مواد الأطعمة في رمضان تكثر مع كثرة الحفلات العائلية والجماعية، وكثرة المواد الرمضانية الشهية تفتح شهيتك المفتوحة تلقائيا نحو الوجبات المختلفة، وتؤدي إلى تناول الطعام بكثرة، وهذا غير صحي أبدا للجسم. سيؤدي إلى تراكم الدهون بمنطقة البطن والأرداف وزيادة الوزن وخسارة العضلات، وأنت لا تريد خسارة العضلات لأنها محرك الجسم الأساسي. يتسابق العلماء في الشرق والغرب لاكتشاف فوائد الصيام العظيمة، ويطلق الباحثين مصطلح الالتهام الذاتي أوتوفاجي على فائدة الصيام، وهو طريقة الجسم في تنظيف خلاياه التالفة عبر التجويع من أجل إنتاج خلايا أحدث وأكثر صحة، وهو مبدأ مكافحة الشيخوخة أنتي إيجين. اكتشف الباحثون أنه فقط عندما يجوع الجسم يعمل قانون الالتهام الذاتي، فيمد الجسم بالطاقة عن طريق تحطيم المواد الخلوية الغير صالحة للعمل وإعادة استخدامها للعمليات الضرورية، وهذا بالطبع يتطلب طاقة ولا يمكن أن يستمر إلى الأبد. لذلك الجسم يبدأ أولا بحرق الدهون لاستمرار عمله. معلومة رائعة، الجسم يحرق دهون المخزنة حتى آخر قطرة. على المستوى الخلوي، فوائد الالتهام الذاتي تشمل إزالة البروتينات العضوية السامة من الخلايا المنسوبة إلى أمراض الأعصاب مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر، وإعادة تدوير البروتينات المتبقية، وتوفير الطاقة والمواد الأساسية للخلايا التي تكون تحت الإصلاح وتحفز التجديد وتدعم الخلايا السليمة. لتفعيل خاصية التجويع وإبقاء الجسم في حالة الالتهام الذاتي، يجب الصيام لمدة 20 إلى 32 ساعة حسب الدراسة التي قام بها الدكتور جيسون فانك، ولكن مع الرياضة ونظام الحمية الكيتونية يمكن تسريع الوصول للالتهام الذاتي في خلال 14 إلى 16 ساعة فقط، وتحافظ عليه طالما استمريت باتباع هذه الأنظمة. وكلما زادت فترة الصيام زادت فترة عمل الالتهام الذاتي، ويتوقف مع أول لقمة تضعها في فمك. ما هي قواعد الحمية الكيتونية، وكيف تستغل صيام رمضان لمصلحة جسمك وإطلاق طاقاته لأعلى مستوى؟ تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية. سبب معظم الأمراض بسيط، وهو العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة. اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك. You are what you eat. وخلينا نبدأ بصلب الموضوع. السلام عليكم، مقدمكم الدكتور فارس عرب. الفكرة الأساسية وراء الالتهام الذاتي هي أنه في حالة عدم وجود مصادر خارجية للطعام، يبدأ الجسم في أكل نفسه وتدمير ثم إعادة تدوير قطع الخلايا والبروتينات التالفة لكي يتم إصدار نسخ جديدة من هذه الخلايا. وفي آخر الأبحاث عام 2017 وجدت أن الالتهام الذاتي ضروري للمساعدة في الحماية من أمراض مثل السرطان وأمراض الأعصاب وأمراض القلب وأمراض السمنة والسكري، والحفاظ على كتلة العضلات والتحسين من نظارة البشرة وتقليل حب الشباب. وأهم فوائد الالتهام الذاتي أنه يحفز من إنتاج هرمون النمو Human Growth Hormone HGH، وهو هرمون يفرز بشكل طبيعي من الغدة النخامية، ويساعد على الحفاظ على الأنسجة السليمة في الدماغ والأعضاء الأخرى وبنائها وإصلاحها. وأيضا يساعد هذا الهرمون على تسريع الشفاء بعد الإصابة وإصلاح أنسجة العضلات بعد التمرين، وبذلك يساعد الالتهام الذاتي على تنظيم هرمونات غدد الجسم وبناء كتلة العضلات وأغشية الجسم وزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون وعكس تشحم الكبد وحرق مخزون وتنظيم مستوى سكر الدم. لكي تستفيد من الصيام على أكمل وجه، تحتاج لحمية قليلة الكربوهيدرات مثل النظام الغذائي الكيتوني، وهو نظام غذائي غني بالدهون ومعتدل البروتينات ومنخفض الكربوهيدرات. يستخدم في الطب في المقام الأول لعلاج الأمراض الأيضية، ويستخدمه أخصائي التغذية لإجبار الجسم على حرق الدهون بدلا من الكربوهيدرات، لأن طاقة الدهون أعلى بأربع مرات من طاقة السكر. عندما تصل لمرحلة كيتوسيز تبدأ حرق الدهون بشكل رئيسي، وبما أن الحمية لا تحتوي على الكربوهيدرات فهو لا يفرز الإنسولين، والإنسولين معاكس ويحد من إفراز هرمون النمو Human Growth Hormone. ممكن أن تخسر من 5 إلى 10 كيلو أو أكثر في هذا الشهر بناء على مدى رغبتك باتباع البرنامج والاستمرار عليه. كيف نطبق الكيتو بشكل بسيط مع صيام رمضان؟ أولا، اعتمد على وجبتين فقط في اليوم، إفطار وسحور، مدة كل وجبة ساعة إلى ساعتين، وامتنع عن الأكل بين الوجبتين، وحاول أن تقارب بين الوجبتين مع الوقت لزيادة ساعات الصيام. وإذا أنت معتمد نظام الكيتو سابقا فهذه فرصتك الذهبية لاعتماد وجبة واحدة في اليوم. عند الإفطار اشرب كأس ماء، وإذا تحب فنجان قهوة بدون سكر لا مانع، ثم تناول الشربة المصنوعة من مرق اللحم والعظم مع الخضار المختلفة حسب رغبتك مثل الجزر والكوسة والبروكلي، أو شوربة السبانخ أو الملوخية أو شوربة الكريمة بالفطر أو أي شوربة خالية من الكربوهيدرات تصنعها بنفسك. بإمكانك البحث على وصفات شوربة قليلة الكربوهيدرات في جوجل. بهذه الطريقة تعوض جسمك بالأملاح والسوائل وبعض الألياف والكولاجين. ثم قم للصلاة وارجع لتناول الوجبة الرئيسية، وتبدأها بالخضروات،
صحن مليء بالسلطة بحجم كفي اليدين على الأقل، خضروات نيئة وأوراق خضراء مثل الخس والسبانخ والملفوف والجرجير والكرفس والكالي والبروكلي، وأضف عليها ملح وبهارات حسب الرغبة، وأعصر عليها ليمون، وأضف ملعقة خل التفاح وقليل من الدهون اللي حتكلم عنها بعد قليل. بهذه الطريقة أعطيت جسمك كل ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن وألياف وأحماض للهضم. بعدها تناول البروتينات كاملة الدسم، أي نوع من أنواع اللحوم بأي طريقة طهي، ويمكن طبخها مع الخضار. المهم الحفاظ على كمية اللحم بين 100 إلى 150 جرام أو بحجم نصف الكف، وبهذا يتشبع الجسم بالأحماض الأمينية لتعويض مستلزمات بناء خلايا وهرمونات الجسم. من المهم تناول البروتين بشحومه، لأن البروتين الصافي أو اللين بروتين يتحول لسكر في الكبد. أخيرا الدهون هو مصدر الطاقة في البرنامج، وإذا زاد عن حده فلن يحرق جسمك دهون المخزنة وسوف يحرق الدهون الجديدة، لذلك عليك أن تقيس مدى حاجتك للدهون. ابدأ بتناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على السلطة، وإذا جعت فيما بعد فقم بزيادتها في الوجبة القادمة حتى تصل لمرحلة لا تجوع فيها إلا عند نهاية وقت الصيام. أي طبخ خالي من الكربوهيدرات لا مانع من إضافته لوجبتك، مثل طبخات الخضار مع اللحوم، وتذكر إضافة اللبن الرائب أو المخللات للوجبة من أجل المحافظة على توازن بكتيريا الأمعاء. وبإمكانك تناول حبة فيتامين د في هذا الوقت لأنه أفضل وقت لامتصاصه بوجود الدهون. أما المشروبات فأفضل مشروب هو عصير الليمون الطازج المضاف إليه خل التفاح والمحلى بسكر ستيفيا السائل، أو عصير الفراولة والتوت أو الأفوكادو. والفترة بين الإفطار والسحور يمنع تناول الوجبات، مسموح فقط بالمشروبات مثل الماء بكمية كبيرة والمشروبات الساخنة مثل القهوة أو النسكافيه والشاي الأحمر أو الأخضر، ويمكن تحليتها بستيفيا. بإجمالي شرب مقدار لترين ماء على الأقل في هذه الفترة. أما في وجبة السحور أيضا تحتاج لوجبة سلطة مع بروتين ودهون، يمكن أن تكون بروتين البيض. أما بالنسبة للحلويات بإمكانك صناعة حلويات خاصة بدون إضافة مواد كربوهيدراتية، واستخدم سكر زايلتول أو إريثريتول في صناعتها، ويوجد وصفات كثيرة ابحث عنها في جوجل بعنوان حلويات كيتو أو حلويات قليلة الكربوهيدرات، وهي الحلويات التي أنصح بتناولها لمرضى السكري، وتجنب كل الحلويات المصنوعة من السكر المكرر. الأطعمة الممنوعة في برنامج الكيتو هي كل الأطعمة المعالجة وعالية المحتوى من السكر وعالية التسكر، لأنها ترفع إفراز هرمون الإنسولين وتنهك عمل البنكرياس وترفع خطر الإصابة بمرض حساسية الإنسولين أو السكر النوع الثاني، مثل الحلويات بكل أنواعها والمشروبات الغازية والعصائر بكل أنواعها والنشويات مثل القمح ومنتجاته، الخبز الأبيض والأسمر والبر، البسكوت والشعير، السمبوسك والمعجنات بأنواعها، الأرز والشوفان والمكرونة بأنواعها، البطاطا ومنتجاتها، الذرة ومنتجاتها، وأيضا منتجات قليلة الدسم من الألبان والحليب لأن تركيز اللاكتوز فيها مرتفع، وأيضا فواكه لأنها عالية بسكر الفركتوز. المسموح من الفواكه فقط الفراولة والتوت والأفوكادو والليمون. أما بالنسبة للمكسرات يجب أن تكون غير مملحة وغير محمصة، مثل اللوز والجوز والبندق والمكدنيا والصنوبر وبذور الكتان أو فلاكس سيد وبذور البطيخ، اليقطين ودوار الشمس، ويفضل نقع الجوز بالماء 12 ساعة قبل الاستهلاك لكي تتبرعم. أخيرا بالنسبة للتمر في رمضان، لأن التمر من السنة ويحتوي معادن كثيرة أهمها الحديد والبوتاسيوم ومغنيسيوم وفيتامينات باء والألياف ومضادات الأكسدة، لكن التمر في برنامج الكيتو ممنوع لأنه يحتوي سكر بنسبة عالية. يوجد أنواع كثيرة للتمر، بعضها عالي بمحتوى السكر مثل العجوة، وبعضها متوسط السكر مثل التمر المجدول، وأقلها تسكرا مثل التمر الصقعي. إذا أنت ناوي تنزل الوزن في خلال هالشهر فلا تتناول التمر لأنه عالي التسكر، وحيرفع السكر ويقلل الكيتونات في الدم. وإذا أنت فقط تريد الحفاظ على وزنك كما هو ولكن تريد أن تحافظ على فائدة الكيتو، فحاول استهلاك حبة إلى 3 حبات تمر قليل السكر مثل التمر الصقعي. بالنسبة لبديل الرز والخبز، فأفضل بديل للرز هو مطحون القرنبيط أو الكيتو رايس، بديل الخبز هو مطحون السمسم وبذور الكتان. راح أترك الوصفات في صندوق الوصف، وكل عام وأنتم بخير، وينعاد رمضان الكريم علينا وعليكم جميعا بإذن الله تعالى. هنا نهاية الحلقة. عزيزي المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة، اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات. المصادر بصندوق الوصف. معكم الدكتور فارس، وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.